أشكر بداية منبر صوت العدالة على مواكبتهم وتغطيتهم الحية لفعاليات هذا المهرجان الذي انطلقت نسخته الأولى هذه السنة، والذي بدأ قبل قليل فعاليات الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية لسباق الهجن، والذي عرف هذه السنة حضور أشقاء من المملكة العربية السعودية والعراق واليمن، بالإضافة إلى كل شيوخ القبائل الصحراوية من جهة العيون الساقية الحمراء الذين تجشموا عناء السفر، هم والسلطات المحلية والمنتخبين والفعاليات الإعلامية، كل باسمه وصفته ومن موقعه من أجل إحياء هذا التراث لا مادي الأصيل اللي هو إرث ناصع تركه الآباء والأجداد، وأصبح على عاتقنا كشباب أن نحيي هذا التراث الحساني الأصيل في نسخته الأولى. والليلة إن شاء الله ستكون هناك خيمة الشعر يؤطرها شعراء من موريتانيا ومن الأقاليم الجنوبية يتقنون على الإبل ومكانتها عند الإنسان الصحراوي، كما سيكون يوم قد إن شاء الله على الساعة 11 ندوة العلمية عن دور الإبل في الثقافة الحسانية، كما سيعرف يوم قد ساكنة السمارة وكسابتها مفاجأة طالما انتظروها لسنوات، وهي سباق الإبل الخاص بكسابة السمارة، وسيحظون بجوائز قيمة على الساعة 4 مباشرة يتسلمونها فور انتهاء السباق. هذا السباق خاص بكسابة السمارة إيمانا من إدارة المهرجان بمكانة وأهمية وتحفيز لكسابة السمارة. وحسب ما التقينا من الأشقاء الأجانب وحسب توقيعات اتفاقية الشراكة اللي وقعنا مع أشقائنا المشاركين العرب، سيكون هذا سنة سنوية نسخة كل سنة إن شاء الله، وستعرف السنوات القادمة مفاجآت كبرى عنوانها سباق دولي، كما أننا سعينا ولأول مرة أن نؤسس لحلبة جديدة في فضاء السمارة، ولنا أمل كبير في أن يتجدد هذا اللقاء السنوي ويكبر الحلم إن شاء الله، خدمة للثقافة الحسانية كرافد من روافد الثقافة المغربية، وخدمة لصالح العام، وخدمة لساكنة الأقاليم الجنوبية. وشكرا.